يبدو أننا في حيرة من أمرنا بالنسبة للرياضة إخواني أخواتي. أما الإمكانيات فهي موجودة، أما المؤسسات فهي موجودة، أما التسهيلات بالنسبة للرياضة فهي موجودة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شماله إلى جنوبه. ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف اثنين تاع لكوب دي موند، اثنين موش واحدة. لتستضيف اثنين تاع لكوب دي موند، اثنين موش واحدة.